مساء الخير، اهلا بحضراتكم. اجواء الثانويه العامه بما ان احنا فيها النهارده، والنهارده النتيجه، دايما هتلاقي وقت الثانويه وقت الامتحانات كل الطلبه بيخرجوا من اللجان وبيعيطوا، حاله عياط مش عاديه، حاله عياط هستيريه لدرجه ان احنا يعني نبقى مودعين المرحله دي بشويه وبنتاثر جدا. بنشوف صور بقى ماساويه وحاجات قاسيه جدا في وقت الثانويه العامه دي. واحده من الطالبات اسمها ساره علاء محمد عبد الحليم، هي طالبة في مدرسة الزهور الثانوية بنات شمال الإسماعيلية. صورها انتشرت كتير جدا وهي حديثة السوشيال ميديا، مش لأنها بكت وبس، لأنه سارة كانت بتخرج وبتعيط بعد كل مادة، ودلوقتي طلعت التالتة على الجمهورية وزغاريت مالية بيتها. إحنا قعدنا نبحث كتير عن سارة، والحقيقة إنه حصل لبس، إحنا عايزين ندور عليها. يعني إيه الفكرة إنها بتعيط؟ طب وإزاي وصلتي للمجموع ده؟ الحقيقة إحنا معانا شخصية برضو عندها نفس التفاصيل، نفس الاسم، تقريبا نفس المجموع، لكن مش هي ساره. احنا عايزين نعرف الحقيقه، هي ساره اللي احنا بندور عليها ولا لا؟ ساره اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انت ساره اللي بندور عليها ولا لا؟ عيطتي ولا لا يا ساره؟ لا لا خالص، متماسكه. الصوره دي بس مش انا، ما عيطتش ولا مره ولا كده، مش انا خالص. بس طبعا انت مش، طبعا انت عشان يعني معانا في كل اتصال هاتفي، مش مداخله صوت وصوره، لكن احنا معانا دلوقتي صوره لساره اللي كانت بتبكي جدا قبل اللجنه او قبل كل امتحان ماده، وبعد كده يعني حصلت ما شاء الله على مجموع عالي. بنبارك لها برضو يعني لو هي مش معانا، ونبارك لك جدا ما شاء الله، مجموع عالي ونتيجه هايله يا ساره، ومتماسكه كمان، يعني ما عيطتيش ولا حاجه، ولو ان العياط ده بقت حاجه عاديه دلوقتي. لا لا مش انا خالص، مش انت، لكن هي نفس الاسم ونفس التفاصيل. يعني ساره حاسه بايه دلوقتي؟ طبعا انت لسه عارفه النتيجه من ما فيش، فعايز اعرف احساسك كده. مفاجاه صراحه، يعني مفاجاه مش متوقعه شويه ان اطلع ترتيب على الجمهوريه، مفاجاه حلوه، اتبسطنا جدا والله يعني، وفرحت جدا، وحاجه تشرفني يعني ان انا طلعت اولى على الاسماعيليه والحمد لله. انت الاولى على الاسماعيليه والثالثه على الجمهوريه. ومجموعك 368. 386. 386 ما شاء الله. ما شاء الله. عمرك ما عيطتي بعد امتحان ولا بعد كل لجنه ولا كده؟ لا خالص. يبقى انت كنت واثقه بقى، يبقى انت كنت عارفه ان انت هتطلعي الاولى على الاسماعيليه، وكنت عارفه ان انت متوقعه. كنت متوقعه على الجمهوريه دي، يعني المفاجاه الكبيره من المالي والحلوه من المالي. ما شاء الله. انت طبعا متابعه الكوميك اللي بيتعمل، يعني المفروض ان هو كان عليكي، لان احنا يعني احنا اعترنا فيكي على اساس ان انت الشخصيه دي. متابعه الكوميك عامه اللي بيتعمل ده، شفتي؟ والله لا، يعني انا اهلي وكده كنا مشغولين، فاختي واهلي كانوا بيقولوا لي ده نزل صوره بقى، فلسه شايفاها من شويه، بس مش انا يعني، لسه شايفاها قريب، قلت مش انا يعني. بس انت عشان في صوره ليكي دلوقتي، احنا صورنا معاكي زميلنا سيد فلاح، تواصل معاكي في اليوم السابع وعمل معاكي لايف، دي كانت انت ساره. ايوه دي احنا معانا الفرق بين الصورتين عشان حاطين معانا على الشاشه دلوقتي بين ساره وساره. طيب ساره ناويه تدخلي كليه ايه يا حبيبتي؟ والله انا نفسي في اسنان او سياسه واقتصاد، يعني لسه ما قررتش. مش ما عندكيش عقدة الطب دي اللي هو لازم استغل اعلى حاجة فادخل طب، وانا ممكن ابقى مش حابة الطب عادي، ممكن تخش كلية يعني تانية. يعني ممكن يبقى بالنسبة لي الألسن أحسن بالنسبة لي، بس يعني برضه لسه ما بين الكليتين. لكن مش حاجة تانية، لا عايزة صيدلة ولا عايزة هندسة ولا عايزة طب ولا الكلام ده خالص. أنا أدبي. أنت أدبي، أوكي. أنت هتخشي، أنت غاوية الكليات الأدبية، ليه ما تخشيش إعلام طيب؟ مش عايزة إعلام؟ مش حباها قوي زي الكليات التانية، يعني نفسي في التانيين أكتر. ان شاء الله يعني. انت حابه اللغات اكتر. طيب شفتي الحاله النهارده اللي كانت بتاعت القلق بتاعت الثانويه العامه؟ اكيد انت يعني عشتي زيها، بس يعني مش قوي، لانه واضح ما شاء الله انك واثقه في نفسك. لا مش قوي، يعني انا كنت متوقعه ان انا هعيشها، لان شفت البث المباشر والكبير اعلن على الاوائل، فيعني اخذت المفاجاه وعرفت الخبر في الاول يعني. طيب الوزير لما هناكم شفتيها ازاي؟ حسيتي بايه؟ لا طبعا كنت اتبسطت جدا والله، وسعيده جدا، وكانت مفاجاه بالنسبه لي حلوه. طيب اول حاجه يعني لو في حد هيكافئك مثلا من الاسره، او لو في مكافاه جات لك، اول مكافاه جات لك ايه؟ ولا احنا خطفناكي على طول من الاسره؟ لا لسه، انا كنت مع السيد وكيل الوزاره والمحافظ كلمني، ويعني تشرفت بيهم كلهم، كانت هديه بالنسبه لي يعني ان انا اتشرف بيهم كلهم، كلهم يكلموني.
ما شاء الله، يعني الفرحة حلوة برضو يا سارة، يعني انتي فرحتي أهلك وفرحتي كل الدايرة المحيطة بيكي ما شاء الله. وهي بس لفتتنا المفارقة بتاعت انه علشان في منا بس كتير، اكيد انتي كان حواليكي ناس كده، اللي هي البنت اللي تبقى شاطرة قوي 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 دي وتطلع بعد كل لجنة تعيط قوي قوي طيب وتطلع في الآخر تقول لك انا ما حلتش انا بس وبعدين في الاخر لا بنتفاجئ بمجموعه عالية على فكره. انا كنت بطلع من الامتحان المدرسه بتاعتي قدام البيت على طول، فكنت بطلع من البوابه على البيت على طول، يعني بقى حتى كده فمش انا عارف فيها. طيب يعني انا بقول لك ان ده بس انت ما بتعمليش كده اهم حاجه، بس لا لان انا يمكن ده حصل لي مثلا يعني على مدار كل سنوات الدراسه في المدرسه والجامعه حتى، يعني بتعاطف معاهم جدا ومحلتيش ممكن انا اللي مش حله، ايوه بتعاطف انا معاهم هي يعني شاطره ومستواها قل وكده وبتعيط جامد، وبعدين اتفاجئ اللي هو في ترتيب الاسماء كده هي اول واحده الاولى، يعني والله العياط ده ايه. ايوه انا فاهمه قصد حضرتك، فاهمه. احنا لحسن الظن برضو ممكن يبقى زياده حرص، يعني حد بيبقى حريص قوي ده وشاطر قوي ما شاء الله ممكن ربع درجه ونص والحاجات دي بتفرق معاه. ايوه هي بتفرق معاهم فعلا او كده، بتبقى صعبان عليهم، ممكن بالنسبه للناس تانية ما تبقاش فارقه معاهم عادي. طيب ساره، اذا ساره ما شاء الله يعني ثالثه على الجمهوريه، الاولى على الاسماعيليه، نتيجه مبهره ما شاء الله، والوزير يعني هنى كل الاوائل، فمبروك ليكي ومبروك لكل الاوائل الثانويه العامه، فرحه النهارده كبيره، عايزاكي تتبسطي بقى بتعبك، وساره ما بتعيطش. دي مش ساره اللي عيطت. حضرتك اتشرفت بيكم كلكم. لو بابا جنبك يا ساره ممكن نسلم عليه، واي حد من اسرتك كده نبارك له. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ده حضرتك الله يبارك فيك، الحمد لله ألف ربنا. مبروك ألف مبروك لسارة. الله يبارك حضرتك، أمي تسلمي يا بنت ربنا يبارك فيك. ما شاء الله، يعني حاجة 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 تشرف، حاجة تشرف ما شاء الله. الحمد لله طبعا طبعا طبعا، ربنا أكرمنا فيها وربنا يعني أكرمها ووفقها بمجهودها. والله هي تعبت وربنا أكرمها، يعني الحمد لله هي كانت قريبة من ربنا واجتهدت على قد ما قدرت. حضرتك كنت تشفق عليها، ما كنتش يعني خالص. ودايما حضرتك بص يعني الـ 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 الاوائل او اللي زي ساره ما شاء الله مش ممكن في ضغط عليهم ابدا، اللي هو لوحدها كانت بتذاكر حتى من اولى ابتدائي، فما شاء الله عليها لوحدها بتذاكر، يعني ربنا ما ضغطنا عليها ابدا، ربنا اكرمنا فيها، وهي ربما ربنا كان عظيم برضه، ربنا يعني ما ضيعش مجهودها، الحمد لله رب العالمين. يعني مش صدفه، دايما يقول لك في حاجات بتيجي صدف، ده مش صدفه. بص حضرتك احنا السنه دي سنه ثقيله، ما تنسوش برضو ان احنا السنه دي بالنسبه للمنهج والامتحانات كانت سنه ثقيله، فالحمد لله ربنا اكرمها انها لمت بالمنهج والمعلومات العامه وقدرت ربنا يا رب بتوفيق من ربنا ان يعني توصل اللي هي الحمد لله. هتكافئها بايه بقى؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا اللي هي تطلبه طبعا اولا. لا وعدتها بحاجه ولا توعدها دلوقتي على الهوا بحاجه؟ ان شاء الله لا، هي احنا على الهوا يعني اللي هتقوله هتواجهك بيه بعد كده. ان شاء الله اللي هي تطلبه عنينا، اللي هي فرحتنا، فرحه عظيمه. ما حضرتك ما فيش البيت عامل ازاي حبايب، واسماعيليه كلها فرحانه، يعني هو اسماعيليه كلها عندكم في البيت بقى بتبارك لكم طبعا. الحمد لله والله الحمد لله، يعني جينا رحنا المديريه عند وكيل الوزاره، الناس في الشارع والمركب العربيه كل الناس فرحانه، دي حاجه عظيمه. طب عايز اسالك سؤال، عايز اسال حضرتك سؤال ومش عارفه ساره سامعاني برضو ولا لا، تساله لها ما عندهاش فضول تتعرف على البنت اللي هي تقريبا قريبه من المجموعه قريبه بالاسم، ما عندكيش فضول يا ساره تدوري عليها؟ ما اعرفش، ممكن تكون الصوره دي صوره ثانيه حضرتك خدت يعني حطها، اصل هي ساره واحده بس، هو دلوقتي اللي واضح قدامي انه في شخصية تانية اسمها سارة نفس الاسم قريبة جدا من المجموعة. لا حضرتك حصل نفس فيها، يعني حتى نزل الصورة دي لواحدة بتعيط طالعة من الامتحان، لكن مش هي، يعني هي سارة مش سارة، أنا قلت ده في البداية، لكن هي مش عايزة تعرف هي مين البنت دي، لأن هي واضح إن في تشابه في الأسماء أو كده، معلش ما تواصلوش. وحتى مش تستاذن حضرتك تقول إن هي صورت سارة، يمكن صورة سارة عند حضرتك. أي لا أنا حاطة صورة سارة هي معانا على الشاشة حضرتك، بتقفل تتفرج على فكرة. لا طبعا هي دي ساره بنتي، هي دي ساره اللي كانت احسن البنات، ساره وجميله ساره وفرحت باباها ساره، واحسن احسن حد في الدنيا ما شاء الله. الله ربنا يبارك فيك يا بنت، ربنا يخليك يا رب. يا فندم جدا يسلم لنا على الاسره ومباركتنا ليكم كلكم جميعا، شكرا لحضرتك جدا، شكرا جدا وفرح ربنا بنت حضرتك. اتفضل، مع السلامه يا ساره، مبروك.
مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة، اتشرفت بحضرتك. مع السلامة حبيبتي، تسلمي، شكرا لحضرتك، شكرا. طيب الفرحة حلوة وربنا يفرح كل الناس، ويعني سلو العياط ده سلو موجود، فاحنا يعني كنوع من انواع الفقرات برضو اليوم من الصبح ستريس جدا، فدخلنا بفقرة كده يعني خفيفة لطيفة مع حضراتكم، ومنها نبارك برضو للأوائل. شكرا للمتابعة، انتظرونا في المزيد ان شاء الله من تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.